إلى مهنة الصحافة، وفي هذا الصدد طالبت النقابة مباشرة بعد المناظرة الأولى للإعلام والاتصال إلى إصلاح القانون الأساسي للصحفيين المهنيين، وهو ما تجاوبت معه الحكومة، حيث تشكلت لجنة مشتركة آنذاك بين النقابة ووزارة الإعلام، وتم التوصل إلى اتفاق حول قانون ما زالت أغلب بنوده سارية إلى اليوم. وما كان يهم النقابة آنذاك هو تنظيم الولوج إلى هذه المهنة عبر اعتماد تعاقد واضح بين الصحف والمقاولة، وضمان التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاعتراف ببند الضمير، وغيرها من المكتسبات الاجتماعية التي تحققت للصحفي الأجير. وفي المحطة الكبرى للحوار الإعلام والمجتمع سنة 2010، طرحت النقابة موضوع تعزيز مقومات تحصين الولوج إلى المهنة، خاصة بربطه بالتوفر على المستوى الأكاديمي المناسب. ودافعت عن هذه الفكرة في اللجنة العلمية الاستشارية لإصلاح مدونة الصحافة والنشر التي شكلتها وزارة الاتصال سنة 2013، وهو ما انعكس في القانون الصادر سنة 2016. وكان الهاجس هو أن تكرس ممارسة مهنة الصحافة تقدمها من خلال الرفع من قدرات الصحفيين لتقديم عمل يتسم بالجودة والعمق والكفاءة واحترام الأخلاقيات. المحور الثالث هو المجال الذي طرحته النقابة أيضا بقوة، ويهم المقاولة الصحفية. وعلى هذا المستوى فإن النقابة اعتبرت أن ممارسة المهنة بكل قواعدها ومقومات جودتها يتطلب مقاولات قوية، ليس فقط على صعيد تجهيزاتها، بل أيضا بالخصوص بمواردها البشرية، سواء بالنسبة لأوضاعها الاجتماعية أو المهنية. في هذا الصدد ناضلت من أجل اعتماد اتفاقية جماعية، ودافعت على احترام الحقوق النقابية، وعلى هيكلة المهنية للمقاولة، وعن مجالس للتحرير، وعن مقربة العلاقات في مجال الشغل والتعاون المهني. المنطلق هو أن تطوير صحافة وطنية في الصحافة والإعلام يمر عبر تنمية قدرات الموارد البشرية، وإعطاء الأهمية اللازمة للتكوين والتكوين المستمر. المحور الرابع هو العمل من أجل اهتمام قوانين تحمي ممارسة حرية الصحافة والإعلام. وفي هذا المحور فإن ما أنتجته النقابة يشكل تراثا غنيا جدا، حيث أصدرت تقارير وبلاغات، وتقدمت باقتراحات هدفها ضمان حرية مسؤولة تخدم المجتمع ومبادئ حقوق الإنسان. الآن ما تنتظره اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر هو أن تواصل النقابة الوطنية للصحافة المغربية عطاءها المتميز، ويكون هذا المؤتمر محطة أخرى في هذا المسار التاريخي المتعلق، لأن اللجنة تنتظر اقتراحات من المنظمات ذات التمثيلية والمصداقية، وستصدر بلاغا في هذا الشأن، لأنها مؤمنة بأن عملها ينبغي أن يكون ثمرة مجهود جماعي يتجاوب مع متطلبات المجتمع واجتهادات الفاعلين في القطاع. شكرا على حسن الاستماع. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تي في.